بسم الله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هناخد مع بعض، هنكمل بقى ده بارت 2 ليونت 2 لسون 2. تمام، كل حاجة 2. فاكرين في الجزء اللي فات احنا اخدنا الدايركت انجيرز، الإصابات اللي بتكون مباشرة، اخدنا منها كان الفايرز أول إصابة أو أول حاجة بتكون هي الفايرز. فاكرين؟ يبقى أخدنا من الإصابات أو الأذى المباشر للإلكتريستي قلنا الفايرز اللي هو بيكون ناتج من الكهرباء، ان الكهرباء بتعمل لنا فايرز، ده اول ضرر للالكتريستي. تمام، وقلنا ان الاسباب بتاعته كانت ان تحط الماشين جنب حاجه فينيمبل ماتيريالز، يعني مواد قابله للاشتعال، او تحطهم كلهم في سوكت واحد فساعتها هيعمل لك فاير. وقلنا او انك انت ما تفصلش الماشينز وساعتها برضو هتعمل لك فاير. تمام، دول كده كانوا اول سبب مباشر دايركت ايه انجيرز، يعني اول اصابه مباشره للايه للالكتريستي، يعني بتعمل لك نار. يبقى النار هي اول حاجه اخدناها او اول اذى بيحصل من الالكتريستي من المخاطر بتاعتها. يبقى من اول اذى ايه دايركت، خلي بالنا مش اندايركت، خلاص حاجة مباشرة، أذى مباشر بيحصل من الإلكتريستي، يبقى أول حاجة الفايرز. تاني حاجة بقى دايركت بتكون إصابة، يعني دايركت إصابة مباشرة، الإلكتريك شوك، الصدمة الكهربائية، إنك أنت تصطدم بالكهرباء، إن الكهرباء تمشي يعني تلمس إيدك أو تلمس جسمك، فساعتها هتحصل لك صدمة، يعني صدمة كده إيه كهربائية اسمها إلكتريك شوك. يبقى تاني ضرر دايركت من الكهرباء هو الايه الالكتريك شوك نمبر 2. تمام، طب يعني ايه الالكتريك شوك؟ اتس وان اوف ذا دينجرس اوف الكتريستي، يعني هو واحد من اخطار الالكتريستي طبعا. ذات ريزلتس، يعني اللي بينتج فروم عن ايه، عن ذا باسنج ان يمر اوف ذا الكتريك كورنت، اللي التيار الكهربي يمر ايه ثرو ذا هيومن بودي، ان التيار الكهربي يمر من خلال البادي بتاعك، من خلال جسمك. تمام، يبقى تاني يعني ايه شوك من الكهرباء، يعني ايه شوك؟ شوك يعني صدمه. يعني ايه صدمه؟ قال لك هي واحده من الدينجرس بتاعت الايه الالكتريستي، يبقى one of the dangerous ايه of the dangerous of electricity. that result اللي بتنتج من ايه، الاخطار بتاعت الدينجرس الشوك دي بتيجي من ايه، ان الباسنج ان يمر الالكتريك كورنت، اللي يمر الايه التيار الكهربي بيمر فين، هيمر في البادي بتاعك، اول ما انت تلمس الكهرباء هيمر الايه الكورنت التيار الكهربي في ايه في جسمك، يبقى بيمر ثرو ذا هيومن بادي. خلاص، يبقى ده معنى الصدمه الكهربائيه. تمام، طيب يقول لك جيف ريزون، يا ترى ليه The human body is good conductor of electricity، ليه الجسم البشري ليه هو good conductor of electricity، اللي هو جيد التوصيل الكهربي، جيد التوصيل الكهربي. تمام، قالك because the human body contains، علشان الجسم البشري اي جسم بشري من البشر بيحتوي على ايه 70% water، يعني ايه يعني عنده نسبة 70% من جسمه مية. تمام، طيب واحنا لو تفتكروا الدرس اللي فات او البارت اللي فات بتاع الليسون ده قلنا عليه ايه، ان الووتر جود كوندكتور اوف الكتريستي، بيوصل الكهرباء كويس، عشان كده مش بنطفي بيه الفايرز، عشان لو طفينا بيه هيوصل لنا، واحنا بنطفي كده بالفايرز بتاعت الالكتريستي النار هيحصل ايه، حتى وصل لايدينا واحنا بنطفي النار، فاحنا كمان هنتكهرب، هيحصل لنا ساعتها شوك. تمام، صدمه. يبقى علشان النار الووتر بتوصل الكهرباء كويس، يبقى هي good conductor of electricity. طب يبقى ليه هي البشر بقى ليه دي هو good conductor of electricity، علشان البشر جوه جسمه نسبة 70% من جسمه مليانة مية، واحنا قلنا المية مالها الووتر مالها is good conductor of electricity، معنى كده ان الجسم البشري هيبقى فيه مية، والمية good conductor of electricity، يبقى انا كمان جسمي جواه good conductor of electricity اللي هي الايه الووتر. تمام، فهمتوا ليه
جسمنا بيوصل كويس الكهرباء، موصل جيد للكهرباء عشان مليانين ميه، احنا بنسبة 70% يعني اكتر من نص جسمنا ميه، فعشان كده والميه دي بتوصل كويس فساعتها هنوصل الكهرباء. طيب بيقولك the electric shock، الصدمة الكهربائية happens when، بتحدث امتى؟ بتحدث عندما بيقولك your body، لما جسمك is a part of a closed electric circuit، يعني لما جسمك هيكون جزء من الدايرة المغلقة. مش احنا قلنا الدايرة الكهربائية المغلقة دي احنا قلنا ان في باتري والكلام اللي احنا قلناه كله دايرة كهربائية، ولازم الدايرة دي تبقى مغلقة. لو انت جيت وحطيت صبعك هنا تمام، فانت بتوصل الكهرباء كويس، او حطيت مثلا ايدك او انت نفسك كشخص يعني وقفت هنا كده خلاص، فانت كده عملت دايرة مغلقة، لانك انت جود كوندكتور اوف الكتريستي، لان انت جواك مية والمية جود كوندكتور اوف الكتريستي. يبقى انا كده هعمل دايرة ايه؟ مغلقة. يبقى بيحدث امتى؟ when your body is a part of a closed electric circuit، لما الجسم بتاعك هيكون جزء من الدايرة الكهربية المغلقة. where، حيث the electric current، التيار الكهربي ساعتها هيعمل ايه؟ باسس، هيمر من خلال ايه؟ جسمك. يبقى باسس from one part، هيمر من خلال الجزء ايه؟ and get out، وهيخرج from another one، يعني ايه؟ يعني من جزء واحد، يعني هيمر كده من جزء واحد للتاني لانذر ايه؟ انذر وان، لكل جزء، لان انت كده بتوصل الكهرباء ايه؟ كويس. تمام. طيب الفاكتورز العوامل اللي هي affecting، اللي بتأثر في الايه strength، قوة الالكتريك شوك. ايه هي الحاجات، ايه هي الفاكتورز اللي هي بتعمل، اللي بتأثر في الشوك بتاعتك ان هي تبقى قوية او مش قوية. يبقى عندنا فاكتورز بتأثر، عوامل بتعمل افكت بتأثر في الشق يكون قوي او مش قوي، يبقى يكون ايه سترونجس او مش سترونجس. خلاص قال لك عندك لحد دلوقتي كده عاملين، نمبر 1 electric current intensity، فاكرين لما كنا قلت لكم احفظوها intensity يعني شدة التيار الايه الكهربي. لو التيار الكهربي كان شديد، يعني انت لو مسكت مثلا سلك سخين كده خلاص مليان بقى شحنة كهربية هتموت على طول، لكن لو انت ماسك مثلا سلك رفيع مثلا كانت الصدمة او الشوك بتاعتك كنت ماسك حاجة رفيعة هتبقى ايه قليلة، فحسب شدة التيار الكهربي الالكتريك كورنت ايه انتنستي. فبيقول لك لو انت زودت بقى الانتنستي الالكتريك كورنت انتنستي ساعتها الشوك بتاعتها هتزيد، الصدمة بتاعتك هت ايه هيحصل لها انكريز. يبقى لما انا اعمل increase، يبقى اول حاجة اول عامل بيأثر في الشوك بتاعتك اللي هي الايه شدة التيار الكهربي electric current intensity. خلاص يبقى as، كلما كان الانتنستي بتاع الالكتريك current ده increase، لو زودنا التيار الكهربي زي ما قلت لكم عملنا كذا سلك كده جنب بعض ولفيناه في حاجة، يعني شدة التيار الكهربي هنا كتيرة، خلاص لو زودناها ساعتها هيحصل الهارمس الاضرار او الاذى بتاعك اللي هيحصل من الشوك هتبقى increase هتزيد. يبقى كل ما زودت الايه الانتنستي بتاعت الكورنت شدة التيار الكهربي بتاعتي ساعتها الشوك بتاعي ايه increase، الصدمة بتاعتي هتكهرب اكتر طبعا. طيب the time والوقت، لو انت حد لحقك وشدك ولا حدفك بعصاية كده عشان يبعدك عن التيار الكهربي طبعا مش هتموت، لان لكن لو حد سابك بقى تتكهرب والكهرباء لازقة فيك كده خلاص كل سنة. طيب خلاص يبقى الوقت اللي تيكن اللي بيتاخد باي ذا الكتريك كورنت باسنج، لما التيار الكهربي بيمر ثرو ذا بادي من خلال الايه البادي، الوقت ده هو برضو كل ما الوقت يزيد تمام كل ما انت بتتأذى اكتر، لكن لو حد لحقك بيبقى ايه بيبقى ساعتها الاذى بيبقى ايه اقل. يبقى إيه؟ لو احنا عملنا انكريز زودنا التايم ساعتها البادي بتاعك ايه ساعتها هيحصل له شوك اكتر. تمام. يبقى العاملين اللي بيأثروا في القوة بتاعة الشوك السترونجس ايه هو؟ اول حاجة electric current intensity،
تاني حاجة الايه التايم اللي بتاخده وهو بيمر في جسمك الايه الشوك. تمام، قالك as the time taken by electric shock increase، لما انت تزود التايم بتاع الالكتريك شوك الصدمة الكهربائية لو زادت as its harmless increase الاذى بتاعك ايه هيزيد. تمام، طيب بيقولك the electric shock الصدمة الكهربائية may be او may يعني ربما ان هي lead to هتؤدي الى او هتاخدك للايه للديس. ديس يعني ان انت تتوفى، لو محدش لحقك وزقك زي ما قلت لكم هتفضل الكهرباء تحرق فيك لحد ما انت تموتك. تمام، فعشان كده الوقت بيأثر وشده الايه شده التيار الكهربي بيأثر الالكتريك كيرنت. خلاص، زي ما اخدنا الاسباب بتاعه الفايرز من الدايركت الكتريستي فاكرين من الأذى المباشر، هناخد برضو الأسباب الـ reasons الأسباب بتاعة الإلكتريك شوك إيه أسبابها. تمام، أسباب الصدمة الكهربائية عندنا خمسة. أول حاجة إنك أنت تعمل touching يعني تلمس a non insulated يعني insulated wire يعني سلك يكون مش معزول. فاكرين لما احنا قلنا لو أنت عندك واير من الكبر اللي هو الـ النحاس قلنا لازم نغطيه ببلاستيك او حاجة بلاستيك علشان السلك ما يبقاش يعني ما يوصلكش الايه الكهرباء، يعني نغطيه بالبلاستيك او الرابر او حاجة مطاطية كده علشان محدش يتكهرب. لو هو بقى مش معزول مش عليه ولا رابر ولا بلاستيك ولا اي حاجة يبقى نان انسليتد يعني غير معزول. لو السلك الواير بتاعك غير معزول يعني حد قطع الحته المطاطيه وبقى لوحده السلك كده عريان. خلاص، لو اي حد لمسه ساعتها هيحصل له شوك لما يلمسه، يبقى لما يعملوا تاتشنج يبقى هي ايه هيحصل له الايه الالكتريك شوك بتاعتنا. تمام، يبقى لما انت تلمس تاتشنج ان نون ان انسليتد واير لما تلمس سلك غير معزول زي ما احنا قلنا ذات كارت اللي هو هيحمل ايه هيحمل لك الالكتريك كورنت هيحمل لك ساعتها التيار الكهربي هيمشي في جسمك زي ما احنا قلنا وايل بينما تاتشينج ذا جراوند ات ذا سيم تايم وانت بينما انت بتكون واقف كمان على الجراوند في نفس الايه في نفس الوقت واقف على الارض فهتحمل ايه شحنه كهربائيه شوك يعني خلاص او يحصل لك صدمه كهربائيه. طيب قالك touching لما تلمس a non insulated wire برضو هتلمس سلك غير معزول مش متغطي يعني that carries اللي هو هيحمل ليك ايه electric ايه current هيحمل لك شحنة كهربائية او تيار كهربي while اثناء touching substance اثناء ايه ملامسته. يعني هنا بصوا في الحالة الأولى أنا كنت لمسة الكهرباء أو لمسة السلك المعزول وجسمي موصل بالأرض. هنا طيب أنا مش متوصلة بالأرض بس أنا واقفة على حاجة والحاجة دي good conductor of إيه electricity فساعتها كأني برضو هتوصل هقفل الدايرة الكهربائية يعني كأن أنا قافلة الدايرة الكهربائية لأن دي برضو بتوصل الكهرباء. يبقى كأن أنا لمسة حاجة والحاجة دي ومتوصلة إيه باللي في الارض دوت عشان السلم ده جود كوندكتور اوف الكتريستي. خلاص، يبقى لما انت تقف وتلمس السلك العريان ده اللي هو النون انسليتد واير اللي هو السلك غير معزول وانك انت ساعتها هتحمل الايه الالكتريك ايه كيرنت. تمام، وانت نفسك هتكون ملامس لتاتشنج لسبستانس لماده اللي انت السلم ده ذات جود كوندكتور اوف الكتريستي يعني هتكون واقف على حاجه بتكون موصله كويس للكهرباء ساعتها انت هتاخد الشحنه وهتديها للسلم وهتبدا تلف الدايره وتعمل كلازت ايه للسيركت بتاعتك الالكتريك سيركت هتعمل دايره مغلقه. تمام، اند كونكتد وهتكون متصله بالجراوند السلم ده هيكون متصل بالارض عشان يعمل الدايره المغلقه. دي من اسباب برضو الالكتريك شوك يحصل لك صدمه كهربائية مباشرة من الايه من الكهرباء. تالت سبب للشوك الالكتريك شوك انك انت تاتشنج انك انت تلمس الايه نون انسليتد وايرز برضو هتلمس الايه
السلك الاسلاك الكهربائيه اللي هي بتكون connected متصله ب to a source of electricity. هتكون هتلمس الوايرز دي والوايرز دي هيكون متصله بمصدر يكون كهربي. يعني مثلا لو انت مثلا عندك غساله تمام بتشتغل ورحت انت ايه اخدت السلك بتاعها والسلك ده بيكون insulated non insulated يعني مش متغطي مش معزول تمام، فانت لمسته وهو مش معزول خلاص وهو كان محطوط في الايه في الفيشه كان محطوط في الكوبس بتاع الكهرباء خلاص وانت لمسته من هنا، فانت يبقى انت كده اتوصلت لمست جسم او لمست الواير اللي هو non insulated وبيكون connected متوصل بالمصدر الايه بالسورس يعني مصدر الايه الالكتريستي مصدر الطاقه ساعتها مصدر الكهرباء ساعتها انت كمان ايه هتتكهرب هيحصل لك ايه الشوك الالكتريك شوك تمام. طيب بعد كده من الالكتريك الاسباب الريزونز بتاعتها انك انت تعمل انسرتنج يعني ادخال انك انت تدخل هنقسمها لان وسيرت واي ان جي انسرتنج يعني هندخل زي ما انتوا شايفين كده اميتاليك object يعني جسم ميتاليك ميتاليك يعني معدني والميتال المعادن بتكون good conductor of ايه of electricity يعني بتوصل الايه الكهرباء كويس، فانت لو انت دخلت جسم معدني هيوصل لك الكهرباء لايه لايدك خلاص ساعتها هيحصل لك شوك برضو تمام. طيب يبقى تاني لما انت تعمل inserting تدخل a metallic object يعني جسم معدني in a ايه السوكت في السوكت يعني في الشاحن بتاعك او التجويف بتاع الكهرباء ده احنا قلنا الشاحن او لا مش اسمه الشاحن احنا قلنا عليه المشترك صح لما تدخله كده في السوكت خلاص هتحط كده هتوصل الكهرباء لايه لايدك يبقى لما تدخل جسم معدني هيحصل لك شوك. طيب ايه تاني قالك لما تاتشنج لما تلمس ان الكتريك ماشين لما انت تلمس ماشين اله وزويت هاندس الاله دي وانت ايديك مبلوله لو انت ايديك مبلوله ويت يعني مبلوله بالويت هاندس يعني ايديك بتبقى مبلوله ولمست الاله او لمست الكهرباء اللي فيها في الاله ساعتها برضو هيحصل لك شوك لان الميه هتوصل لجوه هنا وساعتها هتعمل ايه هتعمل اتصال لايدك وانت ايدك كمان فيها ميه فهتعمل لك ايه شوك. طيب يبقى دي الاسباب اللي بتخليك عندك الكتريك شوك او بيحصل لك الكتريك ايه شوك فخلي بالك على نفسك تمام ان انت تلمس تاتشنج الايه نون انسليتد وايرز وانك انت بتكون واقف على الجراوند على الارض او انك انت واقف على حاجه جود كوندكتور اوف الكتريستي وكمان بتلمس تاتشنج ايه النون انسليتد وايرز يعني بتلمس سلك غير معزول ساعتها انت هتساهم انك انت ان السلك ان الحاجه اللي انت واقف عليها دي بتكون كمان متصله بالارض خلاص كونكتد تو ذا جراوند كمان انك انت بتلمس برضو تاتشنج نون انسليتد وايرز حاجه غير معزوله او سلك غير معزول وانت بتكون والسلك الغير معزول ده بيكون متوصل بسورس اوف ايه الكتريستي تمام وكمان انك انت تعمل انسرت ليه الميتاليك اوبجكت لجسم معدني بتدخله جوه الساكت كمان كل دول اسباب الايه الشوك اللي تحصل لك انك انت تلمس تاتشنج ايه الالكتريك ماشين السلك اي حاجه كهربائيه تلمسها وانت ايديك ويت هاندس يعني وايديك مبلوله خلاص. يبقى اللي احنا خدناه ده كله هو الريزونز الاسباب بتاعه الايه الالكتريك شوك انك انت تحصل لك صدمه كهربائيه علشان ما تنسوش احنا كل ده في